أستاذي، أنا بنت الكمبيوتر. زي ما كنت تسميني لما أتصل على مكتبك، يمكن أنت ما أنت فاكرني، يمكن تتذكرني ويمكن لا، لكن أنا أبدا ما نسيتك ولا يوم، وفي حياتي ولا نسيت يعني مساعدتك لي، لأنك كنت العون لي بعد الله في وقت كنت أنا في شد الحاجة للمساعدة، وساعدتني بدون ما تعرفني وبدون مقابل، وقدمت لي معروف بسيط في نظرك ويمكن في نظر الناس كمان، بس أنا في نظري كان كبير جداً. أنت غيرت حياتي، وبسبب المساعدة البسيطة اللي أنت قدمتها لي، أنا بفضل الله ثم فضلك أصبحت على ما أنا عليه الآن. ولكن الشيء اللي تشوفه أنت بسيط غير حياتي 180 درجة. أنا كنت في يوم من الأيام أتخبط في حياتي ولجأت لك، وكنت أدور استشارة فقط، لكنك كنت لي أكثر من الأخ، وقدمت لي استشارة مجانية وأعطيتني مبلغ بسيط، المبلغ البسيط اللي أنت قدمته، والدعم النفسي قبل المادي طبعا خلاني أكمل ثانوي، وأخذت الدبلوم وأخذت الجامعة الحمد لله. ودحين عندي مشروع بسيط بديته في الانستغرام، والحمد لله أنا اليوم مشرفة على أحد المولات ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله، يعني لسه باقي لي طموحات إن شاء الله كثير بإذن الله تحقق. حبيت أشكرك وأقول لك أنت فتحت عيني على الدنيا، وساعدتني في تحقيق أهدافي، ووريتني الطريق الصح لحل مشاكلي، علمتني كيف أوكل أمري لله، هذا أول شيء علمتني، هو أتبع شغفي، وكنت أطور نفسي، علمتني أن المعروف مهما كان بسيط يكون له أثر كبير، علمتني أن فعل الخير مهما طال الزمن أو ابتعد ومهما كان صغير راح يرجع لك الخير بيوم من الأيام، علمتني أن الله لا يضيع تعب إنسان، وعلمتني أن من لجأ لله يسخر الله له الأرض ومن عليها لمساعدته. والله أني طول 15 سنة، حقيقي هذا الكلام، أنا طول 15 سنة ما نسيت المعروف، وكنت أتمنى ألقاك وألقى طريقة عشان أقدر أشكرك فيها، وكنت أدعي الله أني أقابلك مرة ثانية وتسمح لي الفرصة عشان أشكرك، ولو أن الشكر في حقك بسيط يعني. والحمد لله استجاب لي الله، والحمد لله وجعل هذا البرنامج والقائمين عليه سبب أني أشوفك مرة ثانية وأني أقابلك وأشكرك. أنت إنسان تستحق الكثير، وأسأل الله أن يكتب لك أجرك في الدنيا والآخرة بإذن الله. جزاك ألف 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 خير، أنت تستحق أكثر من اللي أنت فيه، أكثر بكثير. الله يبارك لك، بالعكس يكفيني دعاكي، يكفيني أنك تدعي لي، يكفيني أنه الناس تستفيد من الكلام الطيب هذا لك يا أم رزان. الله يجزيك بالخير، وأنت ما شاء الله مثال حي يعني للنجاح. كنت متخبطة، أو كنت يعني ما أنت عارفة طريقك، الآن عرفت طريقك، ولما أطلقت قدراتك اللي الله عز وجل وضعها فيك، شوفي انظري للمستوى اللي أنت وصلتي له، وأنا متأكد أنه لسه المستقبل أمامك كبير إن شاء الله. إيه، الإنسان عندما يطلق قدراته يذهل هو نفسه وينبهر بالأشياء اللي يطلعها، لأنه في أشياء تحصل له ما كان يتوقع أنها موجودة فيه، هو نفسه ما يتوقع أنها موجودة فيه.